وينضم إلينا للمزيد من تعز قائد تحرير جبهة القصر يحيى الريمي، أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. سيادة العقيد، هل فعلا تمت السيطرة كليا على القصر الجمهوري؟ بفضل الله عز وجل وعونه، ثم بثبات ورجولة الأبطال، أبطال الجيش الوطني اللي هو 22 القطاع الثاني، تم عصر اليوم التطهير الكامل والسيطرة الكاملة على معسكر على القصر الجمهوري، والسيطرة جزئيا على معسكر التشريفات المجاور للقصر الجمهوري، ويتم الآن العمل الهندسي لتمشيط العبوات والألغام التي زرعها الميليشيات الانقلابية في هذا المكان. بالنسبة للمعارك، هل ما زالت مستمرة وأين تتركز؟ لا، المعارك الآن توقفت على قريب المغرب، لكن الأعمال القتالية اللي هي يعني التحصينات يعني إزالة الألغام والعبوات التي زرعتها الميليشيات، وهي كثيرة جدا في النطاق، لا زال العمل جاري لإزالتها، وربما يتطلب منا هذا أيام، نظرا لأن هذه العصابات قد كانت فرت بالأمس. بالأمس لدينا أكثر من 17 أسير في هذه الجبهة، منهم من تم سلم أنفسهم إلينا، والبقية هربوا باتجاه مواقع أخرى للمقاومة. يتم العمل الهندسي إن شاء الله لتنظيف القصر، ثم لاستكمال تحرير معسكر التشريفات إن شاء الله تعالى عن قريب. إذن المعارك متوقفة في جبهة القصر ربما بسبب الألغام، ولن يكون هناك استمرار وتواصل لهذه المعارك قريبا، وهذا ربما ما يكون معاكس لتصريحات بعض القيادات من تعز والتي تحدثت عن أن المعارك ما زالت مستمرة، وربما تكون عملية التحرير شاملة لكل مواقع هذه الجبهة. نحن لدينا آمال، وكل الناس في المدينة يؤملون على أن نستمر، لكن ما هو في الميدان شيء، وما هو في أمالنا عن شيء آخر. لا شك طموحاتنا أن تحرر التعز كاملة، أن تحرر اليمن كاملة، لكن الإمكانات المتاحة لدينا إن كانت بسيطة متواضعة نعمل في هذه الإمكانات المتاحة البسيطة. كانت هناك شكاوى ربما ومناشدات، كان في النشرة السابقة معنا النائب المتحدث باسم الجيش الوطني وأطلق مناشدة من خلال شاشة بلقيس للتحالف العربي للمزيد من الدعم وللغارات التحالف حتى والتغطية الجوية حتى تسهل كثيرا من سير المعركة. ما الذي يمنع دعم التحالف العربي وأن تكون هناك تغطية لمعركة جبهة القصر حتى الآن؟ والله الإخوة في التحالف العربي دورهم لا يمكن أنكره إنسان عاقل، لكن ما أدري ما لديهم في هذه الفترة. هم ضربوا قبل يومين مجموعة من الضربات الجوية، لكن في أماكن بعيدة عنا، ونحن لازلنا نؤمل كثيرا على دورهم، ودورهم فاعل إن شاء الله في التخفيف والتسريع أنا أقول التسريع في تحرير المدينة وتحرير المحافظة كاملا، وأملنا بهم إن شاء الله بعد الله كبير. طيب، معروف عسكريا واستراتيجيا في سير معركة تعز أن هناك ربما كثير من المواقع المتداخلة ومنها مطل على مواقع أخرى، هل القصر الجمهوري الآن وأفراد المقاومة والجيش الوطني في داخله هل هو آمن أم ربما يكون عرضة لاستهداف من مواقع أخرى مطلة وفي ارتفاع أعلى ربما من موقع القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات؟ هناك مواقع مطلة عليه، وهي موقع السلال، جبل السلال وتبة السلال، لكن أمام عزيمة الأبطال والرجال في الجيش الوطني أعتقد أن هذه الأمور سيتم التغلب عليها بإذن الله تعالى، وقد يكون هناك انهيارات الآن كبيرة جدا جدا في صفوف الإنقلابيين. لا ندري في الساعات القادمة، قد يحدث أمر مفاجئ، لا ندري، قد يكون هناك أمور إن شاء الله يكون فيها خير، وإخواننا في التحالف العربي نتوقع منهم أيضا مزيد من الدعم الذي قد يكون أيضا له دور في هذه العمليات المفاجئة إن شاء الله. قائد القطاع الثاني في اللواء 22 ميكا العقيد يحيى الريمي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تعز.